طيب يا شباب نجي للتجربة الثانية اللي هي حق السيرفس انجن. طيب يا شباب السيرفس انجن دحينه طبعا هنا دحينه راح نسوي زي كذا. طيب لحظة فراح نسوي زي كذا معايا انا لا من هنا نسوي زي كذا نفتح هذه على خير اللي هي الشوكات اللي تحت. فلما نفتحها على خير نشوف الوزن حق نص القطر كم زيك الوزن حق نصف القطر أيوة الوزن حق نصف القطر من الداخل. فلما ترفع فالمهم يا شباب اللي طلع لنا المساحة هي من هنا إلى هنا. طيب هذه المساحة اللي طلعت. فأنت دحين تعد برضو من تحت لأنه اللي تحت سانتي ولا فوق إنش معاي. أنت تعد من تحت تعد من الصفر هذا إلين الصفر هذا. فمن الصفر هذا كم طلعت؟ شوفوا طلعت 5 سنتي ونص و6 و7 و8 5 سنتي بوينت 8 هذا طول القطر كامل حق الاسطوانة. فنحن نقسمه على 2 عشان نطلع نصف القطر. المهم يا شباب نحن ذحين ايش؟ راح نحاول نغمر الاسطوانة هذه كاملة. طيب نغمرها كاملة تحت الموية. طبعا قبل الغمر أول شيء نشوف وزنها قبل الغمر. فيطلع لنا هنا الوزن قبل ما تحتك في المويه. طيب الوزن من هنا نطلعه قبل ما تحتك في المويه يطلع الوزن. طبعا نقيسه من هنا مثلا الوزن قبل ما تدخل في المويه وزنها شوفوا مثلا 5 سنتي معك انا معك. وبعدين نقيسه بعد الغمر مش بعد الغمر في النقطة الأخيرة قبل الرفع معايا في النقطة الأخيرة قبل الانفصال. شوفوا دحين في هذه الحالة إيش مغمور بالكامل. أيوة الجسم مغمور بالكامل. طيب نحن ما نقيس وزنه الآن نقيس وزنه في ساعة الارتفاع. طيب طبعا يا شباب الآن لسه بقي حاجة بسيطة تحت الموية وحاجة فوق الموية. فنحن ننزل حتى آخر درجة. طبعا كل ما ننزل شوية نشيك على المؤشر هنا طيب نشوف المؤشر. طيب شباب الورقه الحارسه في بيت الجروب بالتعريف بتاع الاستنشن نشوف المؤشر يعني حتى واصل حتى كم يعني. طيب فنحن نشوفه نشوف الوزن حقه قبل اخر نقطه ارتفاع. طبعا زي كذا ننزل طيب ننزل ايوه طبعا هنا دحين ممكن انه موصل يعني 60 حاجه زي كذا. طيب فنحن ننزل كل ما ننزل شويه نشيك على الوقت. يعني هنا كم موصل؟ طبعا موصل ممكن 69 شوفوا هنا شيك عليه حسين طار او يعني ممكن انه 80 طيب ايوه ممكن انه 70 عشان اخر شيء 69 فالوزن 70 معايا 70 اخر شيء قبل المويه 70 مظبوط. فالوزن ايش 70 نيوتن 70 ملي نيوتن هذا الوزن. طبعا انتم يا شباب لازم تحولون من ملي نيوتن لنيوتن عن طريق الضرب في 1000. اللهم صل على محمد. كذا خلاص تعيد نفس المساله مره ومرتين وثلاثه وتكتب القراءات. طبعا هذه ما فيها رسمه وبس.